هنا البنات من بعد ما خمرات راه شفتوا راه ضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا غادي نحاول نقطعها على جوج، ناخد نص نصيب به شكل ونخلي النص الاخر حتى نصيب به شكل اخر. مهم هنايا كل واحد كيدير داكشي اللي بغى، يعني شي كواسون ولا شي حاجه اللي كتبغيوها، شي بريوش اللي عزيز عليكم ولا شي شكل عزيز عليكم تقدروا ديروه، وعلى حسب المتوفر. يعني واش عندك كريم باتيسير؟ انا هنا كان كيحسب لي بلي راه باقه حتى الاخر واكتشف بلي راه ما بقاتش، دونك ما غاديش نانيوليه بطبيعه الحال، غنقضي بداكشي اللي كاين. كان عندي الشوكولاته ديال الدهن، ديال المهم ديال الدهن. صافي هي اللي استعملت في الشكيه الاول، حاولت ندير درت كرواسات هكا على شكل مثلث دي كرواسون، ودرت فيهم شويه ديال الشوكولا ديال الدهن. نتوما غادي تشوفوا شكل كيفاش درت ليه. صافي ساهل بسيط، وغادي تلويو يعني وانتم راه خفين يديكم ما تزيروش حتى الاخر داك القنيات، وكتجروه هكايا باش كتسدو. صافي بالنسبه للشكل الثاني حتى هو استعملت فيه نفس الشيء، حتى هو استعملت فيه داك الشوكولاته ديال الدهن، ما زدت معها حتى شي حاجه. ولكن الشكل الثالث اللي جا على شكل باغيت، هذاك زدت واحد شويه ديال دانون تاع فاني كان عندي، باش نلاحظ الكريمه كيفاش غادي، باش لاحظت كيفاش غتجي من بعد ما طيب. دابا في هذوك جوج الشكل الاولين اللي استعملت فيه الشوكولاته ديال الدهن مباشره، منين داب بحال ماشي تحجر، ولكن بالعكس جا مهم بحال نقولوا كروكون، جا كروكون ولكن كيذوب في الفم، عطيته هو واحد ستيل زوين. باغ كونطخ هذاك الاخر اللي زدت فيه شويه ديال دانون بقى بحال الكريمه، يعني ما قصاح ما حتى شي حاجه، بقى هكاك مويلو، بقى كريمي يعني جا مزيان. اذا هنايا بالنسبه للشكل الثاني كتديروا على شكل، حاولوا على شكل مستطيل ولا مربع، النص ديالو كتخليوه عادي والنص الاخر كتحاولوا تقطعوه بالموس بلا ما توصلوا للجوانب. هذوك الجوانب حاولوا تبعدوا عليهم تقريبا بواحد سنتيم ولا جوج سنتيم، جوج سنتيم لان واحد سنتيم تقريبا غادي نسدو به، غيبقى لينا السنتيم الاخر هو اللي غيبقى يجي باين. صافي وماشي مشكل حتى لما تحلوش لكم مزيان، منين غتردوا داك النص اللي مشرط على النص الاخر اللي فيه الشوكولا، الا بان لكم باللي ما بينينش دوك الفتيحات، حيت دوك الفتيحات هما اللي كيعطيونا الجماليه ديال داك الديكور ديال الشوكولا باش كيبان من برا، كيعطي واحد الديكور زوين. يعني في الاول تحقروها، ولكن والله العظيم لا مذاق لا شكل لا هشه، لا واعرين واعرين جو واعرين صدقوني. هنايا هذه ثاني مره ولا مع ثالث مره تقريبا كنديرهم، دونك هنايا راك شفتوا عاودت بالموس من الفوق باش نبين دوك الفتيحات، وعاد ملي كيخمروا وكيطيب راه كيعاودوا يزيدوا يتحلوا. صافي هنا كتقطعوا القياس اللي بغيتوا، تقدروا ديروهم مثلثات، يعني تمشيو بالتقطع ديال شكل هكا بيتزا، مثلث مثلث مثلث، تقدروا تقطعوا هكا يا مستطيل كيف ما درت انايا، قطعتهم غير على شكل مستطيلات مشيت نيشان هكا. وشتو دوك الطريفات تبارك الله، مني غادي يختمروا وغادي يطيبوا راه غادي يوليو مضاعفين الحجم ديالهم، غادي يجيو كبارين. انا بالنسبه لهذا الشكل غادي ندهنو من بعد ما غيختمر، غندهنو غير بشويه بصفر ديال البيض، ومن الفوق غادي ندير ليه اللوز ايفيلي وحتى يطيب، وغادي ندردر عليه شويه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للشكل الاول اللي درنا ديال كرواسون، هذاك الشكل غادي ندهنوه حتى هو بصفر ديال البيض. انا عندي واحد شويه ديال سميتو ديال دانون فاني، غادي ندير شويه مع البيض حيت ديك السفوريه يعطي واحد المذاق زوين. ما عنديش الحليب ولكن عندي دانون، غادي ندير معلقه. صافي ومن بعد غادي من بعد ما ندهنهم بالبيض غادي ندير عليهم شويه ديال بافو، هذوك لي كرواسون. بالنسبه لهادو صافي غادي يبقاو كيف ما قلت لكم، غادي نديروا لهم البيض واللوز افيلي. دونك غادي ناخذوا الكويره اللي بقات لينا الثانيه، هي اللي غادي نديروها على شكل دائره.
داك الشكل اللي قلت لكم، الشكل الاول ديال الكرواسون هو عفوا الشكل الثاني، دونك الشكل الاول هو هذاك اللي درنا، طوالين مستطيلات مفتوحين من الوسط. دونك دابا غادي نشتو على العجينه مطاوعه على واحد الدرجه صراحه، داك المدلك غير باش نزيد نسرح اكثر، لان اليد كتوصل لواحد القياس ديال تقريبا 5 مليمتر ولا 4 حتى ل 3 كاع، لا رققتي بزاف وكتحبس. دونك بالنسبه لهذه دائره غنقسمها على جوج، والنص غادي ندير فيه دي كرواسون، والنص الاخر غندير به الشكل ديال لي باغيت اللي قلت لكم، ونحاولوا نرقوها، نحاولوا نقرصو مزيان. شتي راه كيبان ليكم شي شويه باقيين شي حبيبات ديال الزبده، مزيان ماشي مشكل، واخا يبقاو حيت ماشي بزاف، يعني كتلقاي وحده ولا جوج حتى لثلاثه ماشي مشكل، بالعكس ملي كتدخل الفران كتزيد تعطيها واحد واحد انتفاخ زوين، عرفتي كي كيجيو من الداخل بحال الشهده صراحه، والله الا احسن بألف درجه من داكشي اللي كيتباع، كيديروا فيه الزبده كثيره، لاحظوا الكميه، انا تبارك الله راه 360 غرام ديال الطحين دخلت فيها تقريبا 120 غرام، وما كاملاش كاع 120 غرام، شفتوا الزبده كيفاش قطعتها، نقدروا نقولوا 115 غرام هكاك، انا راه ما عبرتش حيتاش الزبده شفتوا فيها دوك التقسيمات ديال 20 20، انا كنمشي الزبده على النص فيها 250 غرام، يعني النص ديالها هو 125، كنحيد النص الكبير كنخليه، وكناخد النص الصغير، راه كان بان ليكم في الفيديو اللي قبل. صافي ملي كنقطعو هكايا كنعاودو نزيدو نديرو، لان الا ما ورقناش غادي تجينا غليظه بزاف، دونك نحاولو نورقو لان باقا غتختمر، وملي غتدخل الفران غتعاود تزيد. دونك هنا كنديرو تقطع ديال البيتزا، نقطع على جوج على حسب القياس اللي بغيتو، بغيتوهم كبار تقدرو تقسمو غير على 4، انا هنايا قسمتها على 6، صراحه بغيتهم يجوني غير متوسطين، جاو زوينين، داك هو القياس. دونك كنديروا غير شويه الشكلاط كنبعدوا من الحاشيه تقريبا واحد 2 3 سنتيم، باش كنلويو على هذاك الشكلاط باش ما يخرجش لينا، كيبقى غير في الوسط. صافي كنبقاو مستمرين هكا حتى نكملوا دوك 6 القطع ديالنا. نتوما كديروا الشكيلات اللي بغيتوا بطبيعه الحال. وبالنسبه للوليدات صراحه مزيانين بالنسبه للكوتي، والله الا كينفعوا، يعني عندك واحد اليومين وكيبقى، والله الا زعما مني كيبقى واحد اليومين ولا بحال، يعني ما كتحسيش بهم واش بيتين ولا باقيين بديك الهشوشيه محافظين عليها. خلاص اللي كيبغي الحاجه سخونه راه غادي تسخني الفران على 180 درجة وصافي، وغادي تطفيه وتحطيهم دغيا كيسخنوا بحال يلا طيب بحال يلا خرجتيهم. انا صراحة ما كنبغيش الحاجة سخونة، العكس ديال المنظر، المنظر كيبغي داكشي سخون، انا ما كنبغيش. دونك انا كيف ما قلت لكم كنلويو على داك الشكلاط هكايا بلا ما كنزيرو، مرخوفين وكنضغطو شوية على داك القنيتة صافي باش كنسدو. هذا ما كنحتاجو صراحه حتى شي حاجه، لا حليب لا ما لا والو، واحد الوحده اللي كنترققت بزاف شنو باش سديتها بشويه ديال الشكلاط صافي، هي اللي لقيت معاها مشكل صافي سديتها بالشكلاط. ما حد كتنتفخ وكتخمر وداكشي راه كتسد غير بوحدها صافي كتلتصق، بحال دابا هذه هي اللي علاش، حيت كان فيها الطحين ماشي حيت على شي حاجه، غير حيت كانت فيها الطحين. دونك انا درت شويه الشكلاط باش تسد ليا، نضمن انها ما غاديش تحل صافي. وكنزيدو كنستفوهم مع الاخرين في اللاطه، نحطوهم شي بلاصه دافيه. دابا راه واخا كاين البرد صراحه دغيا اختمروا، مشيت جبت الوليدات من المدرسه، جيت لقيتهم خمروا، يعني ما خداوش الوقت بزاف. شتو دوك الفتيحات كيبان لكم الشوكولا، الا ما كانوش باينين يمكن لكم ديروا شي سكين يكون ماضي وتفتحوه. هنا ندوزو نصايبو الشكل الثالث والاخير،
شتو خرجنا بها ثلاثة تشكيلات، والصراحة الكمية والله لا الله يجعل البركة، كمية يعني مهمة. خلاص هذوك المستطيلات انا درتهم كبارين، ولي باغيات حتى هما يعني الا خديتو داكشي ودرتوه صغيور بحال دي ميني، نقولو حنا دي ميني فوغي، والله الا غادي يخرج لكم تبارك الله. هو غير هذاك الشيء وراه الله يجعل البركة، راه كتير يعني وحدة راه كتشبعك، وحاجة الدار ما كاين ما احسن منها. شوف البنات درتهم يخمروا، هما بداو كيخمروا شتوهم بداو كيتنفخوا. شبه لكم مزيان،
وبعدين نخليهم يخلوا. نعاود نزيد عليهم واحد الغطاء اخر. هنا خليت صفر ديال البيضه وواحد المعلقه ديال دانون. هذه هي دانون اللي خلطت مع الشوكولاته اللي درته لداخل ديال هذاك البريوش الطويل اللي بحال الباني. ما ديروا معلقه الحليب ولا اللي عندكم، انا حتى عندي دانون صافي درت هذاك دانون. حيدت ديك السفوريه مع داك الفان، حيدت السفوريه. المهم التزيين كيبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. دونك انا خلطت هنايا صفرت البيض مع هذاك الدانون، شفتوا كيفاش كيولي كريمي. صافي تيتخلو مزيان وغادي ندهنهم. وحدين غادي ندير عليهم اللوز ايفيلي، وحدين تقدروا ديروا ليهم بافو، وتقدروا تخليو شكل مثلا غير هكاك حتى يخرج ديروا ناباج ولا كونفيتور، وديروا فوق منه الكوك، ولا ديروا مثلا الكونفيتور ديال المشمش حتى هو كيجي مع الكوك زوين. المهم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا نخليهم يختاموا ونرجع معكم.
بعد ما خرجوا احسن ديروا لي سباس بيناتهم حتى كيكبروا كيخمروا بزاف كيكبروا كيتشاركوا.